بسم الله الرحمن الرحيم. كسر أو شرخ فقرات العمود الفقري وأحد الأسباب المهمة لآلام أسفل الظهر. بيحصل الكسر ده غالبا عند الرياضيين أو عند المرضى صغار السن. ما هي الأسباب؟ ما هي الأعراض؟ ما هي طرق التشخيص؟ وكيف نعالج هذه المشكلة؟ العلاج غالبا ليس علاج جراحي إلا في الحالات الشديدة جدا. ده اللي هنتكلم عنه النهاردة إن شاء الله. نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة وداعا للألم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم إن شاء الله هو عن كسر أو شرخ الفقرات القطنية في العمود الفقري، وهي مشكلة متكررة. هذا الكسر أو الشرخ يحدث غالبا عند الرياضيين أو عند المرضى صغار السن، ويسمى الكسر الإجهادي. المشكلة بتحصل في مكان ضعيف من الفقرة، وهو الجسر الذي يربط أمام الفقرة بخلف الفقرة القطنية كما يظهر لكم في الصورة. الكسر أو الشرخ ممكن يكون ثابت أو ممكن يكون متحرك، وممكن يكون على جهة واحدة أو على جهتين. طبعا الشرخ ثابت على جهة واحدة يكون أقل ضررا من الشرخ المتحرك على الجهتين. الشرخ المتحرك على الجهتين له بعض المشاكل هنتكلم عنها إن شاء الله. المشكلة بتحدث في حوالي 6% من المرضى اللي بيشتكوا من آلام أسفل الظهر. السبب الرئيسي لحدوث هذه المشكلة هو كثرة استخدام فقرات العمود الفقري. عشان كده بيحصل عند الرياضيين أو المرضى الشباب. غالبا بتحصل المشكلة دي في آخر فقرة من العمود الفقري، اللي هي الفقرة القطنية الخامسة التي تربط ما بين العمود الفقري والحوض. وذلك لأن الإجهاد كتير بيكون على هذه الفقرة بسبب التحميل الزائد. هناك بعض العوامل التي تؤدي إلى كثرة حدوث هذه المشكلة، مثل عيوب الخلقية. بعض الناس بيكون عندها المنطقة دي ضعيفة عن الناس التانية، كذلك كثرة استخدام هذه المنطقة في بعض الرياضيات، مثلا رياضة الجمباز أو رياضة كرة القدم أو الرياضات اللي بيبقى فيها احتكاك شديد، دايما ممكن تحصل فيها هذه المشكلة. بعض المرضى بيكون عندهم زيادة في تحدب الفقرات القطنية، ودول بيكونوا أكثر من غيرهم عرضة لحدوث مثل هذه المشكلة. ما هي الأعراض لكسر أو شرخ العمود الفقري؟ غالبا معظم المرضى ما بيكونش عندهم أعراض. المشكلة بتكتشف أثناء عمل أشعة على العمود الفقري لأي سبب آخر. لكن المرضى اللي بيجوا لنا بألم في أسفل العمود الفقري وبيكونوا شباب أو بيعملوا رياضة، فإحنا غالبا بيكون عندنا شك إنه ممكن يكون عندهم الكسر أو الشرخ في العمود الفقري، فبنعمل لهم أشعة بتظهر المشكلة. الألم غالبا بيكون في أسفل الظهر، يمتد أحيانا إلى المؤخرة وإلى الرجلين. الألم دايما بيزيد مع المجهود أو الحركة ويقل مع الراحة. إذا المريض جالنا بيشتكي من الألم والطبيب علاج الألم شك إن هذه هي المشكلة، فبتطلع طبعا بيعمل أشعة على العمود الفقري. كذلك في اختبارات معينة إظهار هذه المشكلة، زي الصورة اللي احنا هنشوفها دلوقتي. احنا بنخلي المريض يقف على رجل واحدة ونخليه يرجع بظهره للخلف. في هذه الحالة المكانين بتوع الجرح زي ما ظهر عندنا في الصورة بيقربوا من بعض والألم بيزيد. نقطة مهمة جدا وبننبه لها كل المرضى، إذا كان الكسر في الناحيتين وحتى لو ثابت لازم المريض يخلي باله، لأن لا قدر الله لما أي حركة جديدة أو أي شيء والمريض ما تعالجش ممكن يحصل إزاحة للفقرات، وما يحصل إزاحة للفقرات يحصل ضغط على العصب ويحصل الألم اللي هو احنا بنسميه عرق النسا. وهذه الحالة غالبا بتكون محتاجة إلى تدخل جراحي، لكن الوقاية سهلة جدا.
العلاج لهذه المشكلة يشمل عدة أشياء كلها بإذن الله تؤدي إلى التئام هذا الكسر. حدثنا الكسر بيلتئم في مدة ما بين 6 شهور إلى 12 شهرا. المطلوب نعمله نمرة واحد الراحة، نبذلش مجهود كتير ومنشيلش الحاجات التقيلة. نمرة اتنين الرياضيين، لازم نبعد شوية عن الرياضة العنيفة اللي احنا بنعملها. نمرة ثلاثة بنعمل العلاج الطبيعي أو العلاج الفيزيائي في مجموعة تمرينات معينة المعالجة الفيزيائية أو المعالج الفيزيائي بيعلمها لنا، بحيث إن احنا نقوي عضلات الظهر تساعد في تثبيت الكسر أو الشرخ. نمرة أربعة المسكنات العادية اللي هي تبقى مضادات للالتهابات. نمرة خمسة أحيانا بنحقن داخل مكان الكسر مادة الكورتيزون مع مادة مخدرة لتقليل الألم، المساعدة في عمل العلاج الطبيعي بكفاءة أكثر. في بعض الدكاترة بيعطوا الكورتيزون عن طريق الفم، لكن احنا مش بنفضل ده لأن الكمية بتكون كبيرة وبها بعض الأثار الجانبية، بنفضل حقن الكورتيزون أثناء هذه في هذا المكان. أيضا استخدام حزام تثبيت الفقرات من الأشياء المهمة أثناء فترة العلاج. ده غالبا العلاج بيكون لمعظم المرضى، ومعظم المرضى بيستجيبوا على هذه الطريقة. لكن بعض المرضى إذا كان عندهم الألم شديد، مرة واحد مرة اتنين إذا كان الكسر متحرك من الناحيتين، في هذه الحالة نحول المريض إلى زملائنا أطباء جراحة المخ والأعصاب لعمل تثبيت لهذا الكسر زي الصورة اللي احنا هنشوفها دلوقتي. زي ما قلت قبل كده في أول الحلقة، المشكلة غالبا بتكون مشكلة صغيرة ويمكن السيطرة عليها ما لم يحدث إزاحة في الفقرات والضغط على الأعصاب الرجل وحدوث ألم عرق النزع. في هذه الحالة بنتحول إلى مشكلة تانية اسمها إزاحة الفقرات، دي هنتكلم عنها في حلقة تانية إن شاء الله. لجميع المشاهدين والمشاهدات أرجو من سيادتكم التفضل بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب حتى تصل الفيديوهات إلى مرضى آخرين قد يكونوا في احتياج لمثل هذه المعلومات. وبالنهاية أتمنى لكم حياة طيبة بدون ألم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.